بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. النهارده جايبه لكم فكره حلوه قوي جديده بالنسبه لاستخدامات فرن البوتاجاز او استخدامات الفرن اللي هو الكهربائي. لو انت عندك فرن كهربائي او فرن البوتاجاز، عندك مروحه، فانت بصراحه عندك كنز في البيت. تابع معايا الفيديو للاخر علشان نشوف الفكره دي ايه هتستخدميها وتعتمديها عندك على طول باستمرار. كملي الفيديو للاخر ونشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجه هنا انا بحط الفحم على البوتاجاز بالشكل اللي انت شايفينه ده، بيبتدي ان هو يشتعل معايا. خلاص الفحم يولع معايا، هجيب عندي الصاجه اللي هي بتاعه الفرن، او ممكن لو انت عندك صينيه عادي مش مشكله. هنشوف هنعمل ايه الخطوات الجايه. دلوقتي انا بجيب عندي الفويل وابتدي ان انا احطه على الصاجه بتاعه الفرن بالشكل اللي انت شايفينه ده كده، على قدها بالظبط. هبتدي كده اضيف ورقه الفويل عندي واغطي بيها سطح الستاك كله. انا بحط ورقه الفويل هنا عشان تبقى سهله عليا ان انا بعد كده تبقى التنظيف بتاعها سهل وبسيط. بصوا دي عندي شبكه كانت عندي اصلا اللي هي الحواف بتاعتها متنيه لتحت شويه. هقول لك استخدامات تانية برضو ممكن بديل لدي، بس انا عندي هنا لو تلاحظوا الصاج عندي الارتفاع بتاعه صغير مش عالي، وعندي الشبكة دي الارتفاع بتاعها معقول كويس جدا. بصوا التانية بتاعتها اللي على الجنب دي، الحواف دي متنية لفوق، فالتانية بتاعتها دي بتديني مساحة حلوة جدا، فده اللي مطلوب. لو انت ما عندكيش الشبكة اللي هي الحواف بتاعتها متنية دلوقتي، هقولك البديل بتاعها ايه. بصوا شبكة البوتاجاز عادي وكلنا اكيد عندنا الشبكة دي، بصوا عادي مسطحة عادي ملهاش حواف متنية ولا حاجة، احطها عادي عليها. بس اهم حاجة الصينية بتاعتي، لو عندي الصاج بتاعي ارتفاعه صغير بالشكل ده اكيد طبعا رفيع، فهبتدي ان انا اجيب صينية تبقى الحواف بتاعتها عالية شوية. يعني المهم ان انا اخلي المساحة بين الصينية او الصاج وبالنسبة للشبكة تبقى تقريبا من 8 لـ10 سنتي، وديت كده المساحة اللي هي مطلوبة بالنسبة لي. هنشوفها ازاي يبقى بالمنظر ده. بصوا تبقى كده صينية عندك، او بالنسبة لو الصاج، لو عندك الشبكة الحواف بتاعتها متنية يبقى كده حلوة جدا. ما عندكش الشبكة اللي هي الحواف بتاعتها متنية، يبقى تستخدمي اللي هي الصينية حواف بتاعتها عالية، وتستخدمي الشبكة اللي هي بتاعت البوتاجاز عادي كده. تمام لحد كده؟ خلاص كده هنشوف بقى. بعد كده هبتدي بقى افتح فرن البوتاجاز بتاعتي. انا مشغلة الفرن طبعا، سبت البوتاجاز بتاعي يسخن بس يدفي حاجة بسيطة، وبعد كده هحط الصاج بتاعنا اللي احنا حاطين عليه ورقة الفويل، هحطه في رف وسط بالشكل ده. هبتدي بقى ان انا اهدي البوتاجاز عندي، فرن البوتاجاز يعني اخليها تقريبا 140 درجة. خلاص كده وهقفل البوتاجاز عليها. هبدأ بقى ان انا اشوف الفحم بتاعنا واقلبه على الناحية التانية عشان بس كله ان هو يشتعل. انا حاسه ان هو كده كويس جدا. هنشوف بعد كده هنعمل ايه. هبدا بقى افتح فرن البوتاجاز. كده خلاص هي كده تقريبا الصاجه عندي سخنت حاجه بسيطه. هبتدي اقربها بس لبره شويه كده عشان تبقى سهله عليا. هجيب بقى الفحم اللي احنا عملناه على البوتاجاز، هبتدي ان انا احطه على الصاج بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا عدد الفحم قليل جدا، بس هتشوفوا بالعدد القليل ده هيديك النتيجة هايلة قوي. بص انا حاطه الفحم، بصوا شكله عامل ازاي. هوريكم دلوقتي لما اشغل المروحه هيدي الفحم هيبقى عامل ازاي قدامك. بصوا الفحم، انا كده شغلت المروحة بتاعت البوتاجاز، دلوقتي الفحم خلاص بيبتدي ان هو يولع بالشكل ده. بصوا شايفين النار بتاعته عاملة ازاي. فهنا المروحة بتاعت البوتاجاز هنا مهمة جدا في الخطوة دي، والخطوة دي عبقرية فعلا، هتعجبك قوي قوي لو استخدمتيها مش هتستغني عنها بصراحة. هجيب بقى الشبكة بتاعتي وهبتدي ان انا اشوف هنعمل ايه.
هجيب اللحمة بتاعتي دي، انا كنت متبلها. بص بقى في الفكرة دي، هتستخدميها في كل حاجة، كل ما تتخيلي عايزة تشوي ستيك، عايزة تشوي لحمة، عايزة تشوي فراخ، هتشوي كفتة، طرب، كل ما تتخيلي الفكرة دي معاها مناسبة جدا، وبتخلص بسرعة، وفي نفس الوقت مدة الشوي هتبقى قليلة جدا، هتديكي نتيجة شوي هايلة قوي، لان الفرن تبقى دافية. يعني انت لو حاطة خروف في المنظر ده والشكل ده هيستوي معاكي. بصوا كده، بصوا الفحم عامل ازاي جوه. يعني انا عندي الفرن شغال اصلا، البوتاجاز شغال النار بتاعته، وعندي الفحم شغال، وكمان المروحة شغالة. يعني انتي مش هتتعبي في حاجة، هتحطي بس الحاجة اللي انت عايزة تشويها وتقفلي عليها البوتاجاز وتطلعي برا المطبخ، مش اكتر من كده. فالفكرة سهلة وبسيطة جدا وبتخلص بسرعة. بصوا حطيت خلاص اللحمة عليها، بصوا الفحم عامل ازاي، مشتعل ازاي من الهواء اللي هو بيجي من المروحة. لا تحطي بقى على شواية ولا تقعدي تهوي عليها كل شوية علشان الفحم يولع معاكي، لا هو في الفرن البوتاجاز، وكمان بيبقى الباب بتاع البوتاجاز طبعا محكم عليها، مقفول عليها، فالدخان هتبقى قليلة مش هتبقى كتيرة، وهتديكي بقى النتيجة الهايلة في الشوي دي. بص الشوي مظبوط ازاي. طبعا انت كل وقت والتاني بتقلبي قطعة اللحم او الكفتة لحد ما تستوي معاكي بالمنظر ده، وتاخدي احلى لحم مشوي او احلى فراخ مشوية ممكن تاكليها، تحفة وجميلة جدا، كأنك جايباها جاهزة بالظبط، او كأنك عاملاها على الشواية نفس الطريقة بالظبط ونفس الجودة بتاعتها، هتلاقيها حلوة قوي قوي في الآخر، الطعم بتاعها بيبقى رهيب جدا. دي الفكرة اللي أنا قلت أقدمها لكم النهاردة، وخصص لها فيديو مخصص عشان توصل لكم الفكرة. جربوها في فراخ، في لحمة، وقولولي إيه رأيكم فيها، مش هتستغنوا عن الفكرة دي أبدا، بس اتبعوا الخطوات بالظبط، ومميزات الصينية تبقى إيه والشبكة تبقى إيه، هتطلع معاكي مظبوطة وحلوة قوي. ارتفاع الشبكة لازم تكون عالية شوية عن الصينية أو عن الصاج، علشان الفحم ما يحرقش قطعة اللحمة او يحرق الفراخ. بس هي دي الخطوة الوحيدة اللي هي الملحوظة اللي انا كنت عايزة اوصلها لكم النهاردة. جربوا الفكرة، ويا رب يكون الفيديو النهاردة عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، يا ريت تشيروه عشان كل الناس تعرف الفكرة دي. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.